من الاحتفالات المهمة عبر العصور غسل الكعبة المشرفة، حيث يتم دخول الكعبة والصلاة ركعتين وغسلها بجرادل من ماء زمزم ثم بماء الورد، وتعطر أرضيتها وجدرانها بالعطر ودهن المسك والورد. وفي العهد السعودي الزاهر استمر هذا الاحتفال، حيث يحضره خادم الحرمين الشريفين أو من ينوب عنه، وعدد من الأعيان منهم سادن الكعبة المشرفة من آل الشيبي حاملا مفتاح الكعبة. وكان دائما ملوك المملكة العربية السعودية يشاركون في هذا الاحتفال بأنفسهم منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله،